كما أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب مختلف أجهزة الدولة لمنح المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة ما يتم منحه من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج. الاجتماع تطرق إلى موافقة مجلس الوزراء على السماح للحاصلين على أوامر دفع فيما يتعلق بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بإنهاء إجراءات التحويل البنكي من الخارج خلال شهر وسداد قيمة الوديعة المقررة من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية.